اليوم هو اليوم 26، بدل ما نقول شو واحد هذا لازم نوصل ابو فله 30 يوم. فالحين زي ما تشوفوا احنا بالمول لفت حق امس، فعشان قلت لكم في شيء مره مخبي لكم اياه مفاجاه، والحين بنروح نوريها. فلا تنسوا لكم الاشتراك ويعطيكم العافيه. اعلان عندنا الان عند سكوب لوب. ايش هذا سكوب لوب؟ وين مكانه؟ هذا بالعبدلي مول عند البوابه الاولى، او ما تيجي عندها على اليمين تلاقي سكوب لوب. يعني عندهم كل شيء دينار. زي ما تشوفون الحين قاعدين نسوي ساندويش. ايش الساندويش اللي قاعد تسويه؟ وزي ما تشوف هذا المحل يعني ما شاء الله كذا حلو وفخم وفي قعدات بار. خليني اوريكم كيف يسوون كل شيء من الف للياء. عيال هذا هو كل شيء هنا، زي ما تشوفوا كل شيء بدينار، ما عليكم من الاسعار. فانتم بس قولون تعالوا مطار ريان وان شاء الله يضبطونكم. هذا حساباتهم، اللي يبغى يسوي لهم فولو باي مكان يمديك تلاقيهم بكل مكان حرفيا. الحين يا عيال حنسوي سكوب اللي هو هوت دوغ على اسم المحل. فخليني اوريكم كيف يسووها. اول شيء يعني ما شاء الله مكان مره نظيف، زي ما تشوفوا ما في قلق وسخ وكله من كلوزات الحمد لله. يعني عيال انا ما اسوي اعلانات الا المحلات ما شاء الله. زي ما تشوف كيف انا قاعد اسوي حبه حبه، وهنا قاعد احط الشمس، ويا سلام يعطيك العافيه مره شكرا. ليش ثاني زي ما تشوف كيف حقهم، وهنا الايس كريم وهذا كل شيء جوا. يعني ما شاء الله عليه والله مره بطل سكوب لوب. خلصناها. شوف كيف هذه ايش اسمها؟ شاورما. هذه الشاورما يعطيها العافيه. وزي ما تشوف يا ساتر المكتشف. هذا ايش اسمها الوجبه؟ هوت دوغ. هذا الهوت دوغ يا عيال، هذا الشكل النهائي حق الهوت دوغ. عبوه شمس يعطيها العافيه والله دايم. خلصنا من الهوت دوغ والوجبات، خلينا نجرب العصائر اللي عندهم. انه هنا يمديك تاخذ هنا وتجرب اي شيء زي كذا. طبعا انا جربت هذي كلهم، ما راح اقول لكم ايش، واخذت هذولي. وكل واحده عليها شعار. شوف ايش مكتوب هنا، شوف ايش مكتوب. يعني مره حلوه اللي مسوينه، انه على كل كاسه مكتوب كلام. فالحين بنجربهم اللي اخذناهم، بقول لكم ايش. سندويشه نوتيلا. شوف يا عيال شوف النوتيلا. الحين لسه ما عليكم، الحين بس بوريكم كل شيء كيف يتسوى، لانه هذا اهم شيء عشان تعرف انت ايش قاعد تاكل، صح ولا لا؟ وهذه كمان ذره بالكاسه، زي ما تشوف ايش مكتوب عليها، يقول لك مش معصب سكوب لوب. دويشه النوتيلا زي ما تشوفوا فراوله ونوتيلا، وقاعد يحطوا مكسرات وحركات مو طبيعيه. وهذه يا عيال المش بوتيت، زي ما تشوفوا كيف فيها شيبس، فيها ذره، فيها كل شيء. فالحين بنجرب كل شيء وبقول لكم. عندهم هنا بسكوب لوب انه يخلصون طلبك باقل من 5 دقائق، يعني اتحداك تلاقي شيء زي كذا. النوتيلا زي ما تشوف قاعد يقطعها، لازم الفراوله والنوتيلا تطلع بطله. فاينل شيء شو كيف طلعت زي كذا. لسات تكون عندهم تكون هنا او مثلا زي كذا، فالباقي في ناس تكون يعني في الوان كثيره. فيب الحين يا عيال اول شيء راح نجرب زي ما تشوفوا. انا ما حدش يتوقعني هذا ايش، عصير لوتس مع بوصله عربيه. فخلينا نجربه ونقول بسم الله. دقيقة دقيقة يا عيال، والله طعمه مو طبيعي. كل هذا بدينار، تخيل كل هذا بدينار. والله بطل والله بطل. طيب جربنا الاول، خلينا نجرب الثاني وريه بالطعم ايش فيه. شوف شوف مليون حاجة فيه. فخلينا نجربه الحين. طيب الحين هذا حنجربه زي ما تشوف ايش مكتوب هنا. لازم اوريكم ايش مكتوب. مكتوب هي لا تعتمد لفت الانتباه هي حقا ملفتة. زي ما تشوفوا هذا نوتيلا واوريو. وال يا عيال وال، هذا احسن من هذا وهذا احسن من هذا، كيف ما ادري كل واحد احسن من الثاني. دقيقه دقيقه هذا هذا خلينا نجرب هذا. مكتوب بغار عليكي من نسمه الهواء كنديشن 2 طن فوكادو وبوضة عربيه. خلينا نجربه نشوف مين احسن واحد. انا بطلع عليهم احسن واحد، كل واحد احسن من الثاني. فنقول بسم الله. ديب بوضة عربية وافوكادو. يا عيال الافوكادو مو طبيعي، اسمع طبيعي 100%، ما في نقطة سكر وافوكادو. يعني والله ما اقدر اقول شيء، ما اقدر اقول شيء غير لازم تيجي تجربوه. الحين يا عيال بنجرب افوكادو سادة، بس عشان اخبر لكم انه الافوكادو عندهم مو طبيعي. فمكتوب على الورقة السعادة مش البالة لقطات زي ما تشوف. هنقول بسم الله وخلينا نجرب. احسن افوكادو شربته بحياتي والله والله. افوكادو افوكادو، يعني انا اعرف الفرق بين الافوكادو الافوكادو والافوكادو مو افوكادو. هذا افوكادو افوكادو افوكادو. طيب الحين باقي الاخير هذا بستاشيو، مكتوب عليه مساء الرمان ماله الحلو زعلان. بس شو هنا نقول بسم الله ونجربه. ده هذا بطل. دقيقه دقيقه ديب والله ديب. اسمع
كل شيء كل شيء يخص سكوب لوب، موقعه، وين اماكنه، انستغرام، واتساب، كل اللي تلاقوه تحت الديسكريبشن. روح هناك واطلب كل شيء بدينار. تخيل كل شيء بدينار. هذه مكتوب، بقول لك مش معصب، هذه ذره زي ما تشوفوا كيف، فذره ومعها حركات وبركات. خلينا نجرب نقول بسم الله. فيها ذره وشمس وصوص، ويعني مصورينها فكره حلوه، وبقول لك مش معصب، يعني مش معصب، خليك ريلاكس. وكله بدينار شباب، كله دينار. وقول له من طرف ريان والله يجيك تطبيق مو طبيعي. الذره هذا حلو يجي منه. طيب خلينا نجرب هذا. هذا سماش بوتيتو. نقول هنا بوتيتو والذرة مع تشيبس زي ما وريتكم اياه بالبداية، ومع هنا صوص تشيز. فغلب تمسك الملعقة، يا ما تمسك الملعقة، تنزلها كذا، تجيب التشيبس، تجي تسوي زي كذا، بعدين هذا بطل، والله بطل بطل. الحين راح نجرب الساندويتش. انا انتم توقعوا ايش الساندويتش هذه المره، ما راح اقول لكم ايش. زي ما تشوفوا هذا هو في كل شيء حرفيا. اي شيء تبغوا تطلبوه ما عرفت اسمه او نسيته، بس وروهم المقطع وقول لهم ابغى نفس ريان، بس بالضبط غششكم اياها. هذه سكوب اللي هي مكسد تشيز، اللي هي على اسم المطعم. قول بسم الله. طيب يا عيال احنا غيرنا المكان زي ما تشوفوا، ما ادري اذا في صدى ولا لا، بس هذا المكان حلو. يمديك تقعد مربع في خمس اشخاص، تسكر الباب ما حد يسمع عليك. ف خلينا نرجع نجرب هذا، هذا حق سكوب ميكس تشيز، فما اعطينا حقه، خلينا نرجع نجرب. سكوب ميكس تشيز يعني على اسم المحل اكيد حيكون بطل، صح ولا لا؟ هذا الحين ابغاكم انتم تعرفوا ايش هو. فزي ما تشوفوا ايش فيه، ما راح افتح عشان لا يطيح، فانت توقع ايش اسمه هذا. فنقول بسم الله ونجرب. يا عيال والله بطل، هذا بطل. نعم والله نعم والله بطل. الشاي الحين زي ما تشوفوا هذا ايش؟ هذا شيء جديد، حتى انا ما كنت اعرف. جابوا لي اياه ذره مع تشيز مع تشيبس ومع مليون حاجه. ف تيجي تمسكها كذا تقول بسم الله، ناخذ تشيبس. نعم هذه بطلة. تخيل كلها دينار، دينار دينار واحد يمديك تشيل كل المحل. دام يعني هنا حرفيا ينفع لكل الناس. زي ما قلت لكم احنا بالمول، بالمكان اللي فيه العبدلي، عند العبدلي بوابه واحد على اليسار يكون سكوب لو. روح هناك كلها من طرف ريان ونخش على اللي بعده. ايش هذا؟ العوب هذا انتم حاولوا تعرفوه، بس واضح يعني هو الدق فيه، يعني ايش راح يكون؟ فهمتوا؟ فخلينا نجربه نقول بسم الله. يا الدب مو طبيعية والله، المطعم ما شاء الله يعني هذا تقدر تقول من أحسن المطاعم اللي سويت لها إعلان. وكل شيء بدينار، كل شيء بدينار واحد، إيش هذا؟ خلينا نروح اللي بعده، والله مو طبيعيين. يا عيال طبعا في سكوب لوب في الاردن، وفي بالرياض، في العليا، في بكل مكان، تقدروا تلاقوا كل شيء تحت، فاللي حاب يطلب. وخلينا نروح اللي بعده. وهذه خلينا نقول لكم اياها، واضح ايش اصلا؟ شاورما. فنقول بسم الله نعطيها قمشة شاورما. بسم الله. شاورما. الشاورما احسن من محلات الشاورما. معك يا حبيبي السندويش النوتيلي، نوتيلا وفراوله. نقول لك سلمولي. عيال قبل ما ناكل هذه لا ننسى اللايك والاشتراك، وقاعد اسوي اللي اقدر عليه. واحنا يوم 26 باذن الله راح نوصل قشطه ابو بلا. شكرا لكم والله، لولا الله ثم انتم ما كنت قاعد اسوي هذه الاشياء. كومنتات، لايكات، اشياء، والله مره شكرا، احبكم مره. ودائما بالانستغرام تعالوا هناك، يمدينا اصور معاكم مقاطع، يمدينا نسوي اشياء كثيره بالانستغرام، تقريبا نص السلسله من شباب الناس بالانستغرام. تعال هناك وكل الحسابات تحت بالدسكربشن. وخلينا نقول بسم الله. فراوله، نوتيلا، كاجو.
لا 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 ارفع القبعة. واو 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 والله انه ابدع اقسم بالله. زي ما تشوفوا الحين جابوا لنا المارشميلو والميني وافل واللوتس، خلينا نجربهم. زي ما تشوف الوافل مسوين طريقة انه اول ما تحط عليه على طول يتقطع كانك قاعد تاكل ستيك. نجرب هذا شباب، والله ماني قادر بطني كله. صح يا شباب، نسيت اوريكم ايش مكتوب هنا. شفتي شنطتها؟ في احد شاف شنطتها؟ هنا مكتوب الكلام. خلينا ناكل من هنا، نقول بسم الله. زي ما تشوف العاب، شوف 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 بسم الله. دايم شوف البسكوت تحت، خلينا نحاول نصلي. خلاص والله هذا ما اقدر اكل، والله كل واحد احسن من الثاني. لا اخي ما ذكر، ما في مقاطع، خلص مقاطع هذولي. ابغى والله مره لذيذ، مره لذيذ. يا كذا دينار، دينار واحد انت متصدق؟ دينار واحد، دينار هذا دينار، هذا دينار، وهذه هذه ما ادري اذا مع الحسه ولا لا، بس انه ديم يعطيهم انا هاي سكوب لوب. و يا اي واحد يروح هناك يقول من طرف ريان ان شاء الله ما راح يقصر معاكم. وهذا كان سكوب لوب في العبد المول بوابة رقم واحد، كل شيء تلاقوه تحت الديسكريبشن. يعطيهم العافية مرة، شكرا لهم. ماني قادر اكمل المقطع والله، اكلت كثير. الله يعطيهم العافية. سكوب لوب مو طبيعيين، اعطوني 70 دينار. 70 دينار يا عيال. وغير كذا قال لي بكرة ما انا الحين حنروح العقبه عشان نروح المطار، صح ابو ظبي نسافر. قال لي المطار الفندق، انا ماني قادر اتكلم، الفندق هم حيحجزوا لي اياه. يا عيال اوه ماي جاد، ما ادري ايش اقول لهم غير شكرا، يعطيهم الف عافيه. عيال كذا يكون سكوب لوب غير ام السلسله، غير كل شيء، راح يخلينا نعيش. الحمد لله، يعطيهم الف عافيه. كذا اقدر اطمن وانا رايح الامارات انه يا نقدر نعيش، نقدر نسوي كل شيء هناك، ان شاء الله يكون كل شيء تمام. ويعطيهم الف عافيه. جينا هنا ابغى اشوف كم سعر الكاميرا التصوير. هذه هي اللي هي كذا، شوف هذه بكم؟ 149 دينار. والله شوف هذه 149 خكنزني، هذه بتفلسني خوينا ما غيره. والله شباب بغالي احلق، أنا بكرة بنحلق. ليش كذا شكلي؟ والله كأني طالع من حرب. طلع النجا هذا بيطلع تفاصيل بزيادة. ما نبغى أشياء زي كذا شباب، أنا ما أحب التفاصيل. كأني طالع من حرب. والله إني ما ألومه. 30 يوم تفجرت تفجير، كل عشان أوصل قرش لأبو فلح. يلا إن شاء الله كلكم يوم هانت شباب، كل عيونكم. فاللي ما حط لايك قاعد تسوي، اللي ما حط اشتراك قاعد تسوي. الله يحفظك. كاميرا والله ودي يكون عندي كاميرا زي كذا واصور لكم وتطلع جوده، بس شاء هذه اغلى من حياتي والله، مره غاليه. ان شاء الله مع الايام نجيب هذه الاسعار ونجيب ستاند هذا، شوف ودي اجيبه بس والله كلهم غاليين. حتى لو ابغى اجيبه من خارج السلسله بس عشان اطور هذا ما في فائده. يكون يوم بيجي بشتري امهم كلهم. 490 دينار الكاميرا، الستاند سعره 50 دينار. في واحد عرف اني اتابع اسوي السلسله وعرفني، يبغى يقول كم كلمه. الله يعطيه الف عافيه، اسمه يحيى. ايش حاب تقول يحيى؟ اولا ريان انت رجل فخم جدا 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 جدا، والابتسامه يعني طبعا ريان ما بتفارقه يا اخوان. وحاب احكي لكم يعني واذكركم يعني بعد فتره حرجع انا على القناه مع ريان، واذكركم بشغله انه ريان انسان حيكون ناجح جدا. يا حبيبي يعني هو اكثر الناس تعرفت عليهم كرييتيف ويعني فاهمين يعني صراحه، وانا بحترمه بهذا الشيء. وحيوصل لاماكن هو اصلا مو متخيل انه حيوصلها، بس انا هاد شايف الشيء 100. يا حبيبي ان شاء الله يعطيك الف عافيه. طيب شكرا لك، من افهم الناس تعرفت عليهم. والله يا حبيبي شكرا. ايش اقول لك؟ يا خلاص احرجتك والله مره. هذا كان نهايه المقطع، شكرا لكم على كل شيء. الحمد لله اليوم كان مره حلو، ويعطيهم الف عافيه سكوب نوب. غيروا تغير كثير من السلسله، كنا مشردين وضيعت حياتنا كلها يوم يعني. الحمد لله يعطيهم العافيه. فان شاء الله عجبتكم هذه الحلقه،
ونشوفكم بكرة. قبل هذا أنسى لكم الاشتراك وحساباتي كلها تحت التواصل الاجتماعي. شكرا لكم ونشوفكم بكرة. سلام.